الدولية بتاعه بيجي خاش المجمع زي ده كده. الشيخ بيجي بالعربية، الشيخ بيجي بالعربية، الحيران بتاعين بدل بيجي ماشيين ورا العربية بيركبوا، ينزل من العربية يخطوا له يده، يخطوا له ميدانه كده ده عشان لما ننزل من العربية ينزل في ميدانه، ما يصل الوطن كراعي، ما تصل الوطن. ده بشر بني آدم زينا بيعملوا له زي ده كده، يقعدوا لحد ما يخطوا يقعدوا في الكرسي بيسجدوا له ويبوسوا له كراعه، يبوسوا له كراعه هذه الكيادة، بيبوسوا له كراعه هذه الكيادة. كلام ده صح؟ خلينا في الإسلام، في الرجولة بتاعتنا إحنا صح؟ وروني واحد يقول لي في الرجولة كده، خلينا من الإسلام في الرجولة ساكت يقول لي صح الكلام ده، هل بيقول الكلام ده صح منه؟ كلام ده صح؟ يبقى ناس ضلال ولا ما ضلال؟ شكرا لكم، شكرا، جزاك الله خير. فنحن يا جماعة عشان ما يبقى كوراك ساي نجيب كتبنا ونبيض الأحكام نسوق الأدلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. هذا صحيح مسلم والبخاري ولسان العرب. قال قالوا عن شهاب، عن عروة بن الزبير، عبد الرحمن بن عبد الغاري، وقال خرجت مع عمر، خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، إذا الناس ساعة متفرقين يصلون الرجل لنفسه، يعني أي زول بيصلي لنفسه، ويصلى الرجل فيصلي صلاته. قال عمر إني أرى لو جمعتهم، لو جمعت هؤلاء على غار واحد كان أمسل. ثم عزم فجمعهم على أبي كعب، على أبي ابن كعب، ثم خرج، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة غار واحد. فقال عمر نعم البدع، سيدنا عمر في البخاري قال دي من البدع المستحسنة، ده في البخاري. باب صلاة التراويح، ده الكتاب قدامكم، باب صلاة التراويح. نبدأ حجر الراغل عن الشافعي، قال الشافعي البدعة بدعتان، بدعتان محمودة ومزمومة، فما كان وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهي مذمومة، يعني بدعة بدعتين، إذا خالف السنة فهي مذمومة، وإذا ما خالفت فهي مباحة. برضو هنا ناقل عن الشافعي، قال الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه، قال المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه من بدعة الضلال، وأما في ضده فهذه بدعة هدى. ده البخاري برضو يروي هنا سعيد ابن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد ابن عمر، عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال، يتكلم عن صلاة الضحى، قال لي إنها لمحدثة وإنها من أحسن ما أحدثوا،
ده الحديث الاول. الحديث الثاني عن مجاهد برضو قال دخلت انا وعروه ابن الزبير الى المسجد فاذا عبد الله ابن عمر جالسا الى حجره عائشه واذا الناس يصلون الضحى فسالناه عن صلاه الضحى فقال بدعه. وروى ابن ابي شيبه باسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر، ابن عمر ده عبد الله ابن عمر بن الخطاب، ما صليت الضحى منذ اسلمت. ده كلام البخاري، حديث دي جاب البخاري، بشوف مسلم، لا يا جماعة مسلم وشرح النووي. نتكلم عن حديث وكل محدثة وكل بدعة ضلالة. قال هنا شو؟ قال هذا عام مخصوص، فالمراد بالبدعة قال أهل اللغة هي كل شيء ما أحدث على مثال على غير مثال سابق. والبدعة خمسة أقسام قسمها إلى واجبة ومندوبة ومحرمة ومباحة، وجاب لي أمثلة هنا. حط الورقة فيه جو. برضه مسلم يا جماعة بس بشرح النووي. من عن حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال تحت شنو؟ ده النووي يا جماعة. قال من دعا إلى هدي ومن دعا إلى ضلال، هذان الحديثان صريحان، والحس على استحباب سنن الأمور الحسنة وتحريم سنن الأمور السيئة. ده مسلم. ده النووي. طيب نشوف معجم لسان العرب، نشوف في كلمة بدعة قال شنو. قال العرب يا اخواننا معلوم لديكم في جامعة السودان. قال والبدعة الحدث وما ابتدع من الدين من بعد الإكمال. قال ابن السكيت البدعة كل محدثة. وفي حديث عمر رضي الله عنه في قيام رمضان أثناء على حديث عمر قال ابن الأسير البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهي بدعة الضلال، وما لم يخالف ذلك فهي بدعة الهدى. وجاب الكلام الجبال قلنا من سن سنة في الإسلام له أجرها وأجر من عمل بها. طيب يا جماعة نحن هسي لقينا الأحاديث دي، والكتب دي ما فيها كلام، الكتب دي من الصحاح المجمع عليها. طيب يلا يا جماعة عشان الكلام ما يبقى فوضى ساي، أي زول يمسك ميكروفون ويرمي التاني بالشرك ويرمي ده بإيه ويرمي ده بإيه، يبقى كلام هرج ومرج ساي. طيب عشان نرد على الكلام ده حنرد عليه بكتب، ما حنرد عليه كلام ساي. زي ما جبنا الكتب وبينا الأمر، وأنا قاعد أتكلم عن تصوف ولا قاعد أتكلم عن طائفة معينة، أتكلم عن الحق هنا ده. ما عندي قضية بجماعة معينة، عشان دارين ردنا الكلام ده نحن دارين كتب، جيبوا لنا كتب صحاح يعني عشان نحن نقدر نصل لحقيقة معينة، عشان ما نمسك الميكروفون أهل بدع أهل شرك إيه بدعة. طيب ناخذ من البدع السجن. السجن ده الرسول ما سجن زول ولا سيدنا عمر، ما كان يحكم بالسجن، سن السجن سيدنا عمر. وروى عنه اشترى دار من صفوان بن أمية في مكة واتخذها سجنا، وسجن فيها منه سجن فيها الحطية، وسجن فيها منه سجن فيها صبيق لسؤالي عن المتشابه، وسيدنا عثمان سجن لحد ما الزول السجن ومات في السجن. طيب دي استحسنوها المسلمين، ما كان عمل الرسول لكن حاجة استحسنوها قاموا عملوها. طيب ناخذ حاجة تاني، مثال تاني، سك العملة دي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بشنو؟ بذهب، دائرة كده بتاعت ذهب ودائرة بتاعت فضة، ما سك عملة.
ما ختم فيها ختيم ولا ختم فيها ولي حد، لكن دي استحسنوها المسلمين. الزيادة في الأذان سناه سيدنا عثمان رضي الله عنه صلاة الجمعة، سيدنا عمر زاد في الأذان الصلاة خير من النوم، الرسول ما فعل كده. لكن يا جماعة حاجة استحسنوها الناس يا أخي، نجيب الحاجة استحسناها، إذا ما خالفت السنة ولا خالفت كتاب الله ما بتضر بها حاجة يا جماعة، ما الفهم ما يكون ضيق، لازم نتسع في الفهم. نجيب الحاجة أول حاجة نخطها في الميزان الشرعي، أشوف الكلام ده مخالف السنة ولا ما يخالف، ما خالف ناخذ به طوالي. وحاجات كثيرة في المصالح المرسلة، جاء في علم الوصول في المصالح المرسلة هات حاجات كثيرة جدا الشرع استحسنها ولقى عنا ما بتضر في الإسلام، بل استحسنوها المسلمين وأخذوا بها. يلا يا جماعة من هنا نحن ما دارنا ناخذ البدعة بدعة كعبة، أي حاجة بدعة يقول لك خلاص حرام، لا ولا ناخذ رد على الكلام ده ويا ريت بالكتب، ما دارين كلام ساي يا جماعة، عشان الهرج والمرج ما يكتر، كلام بيبقى نبس وبقودنا لحتات تانية. وأنا أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير يا جماعة. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى إنه كتبك دي ذاتها تكون قاعدة، ما خليها في محلة عشان تناولني أنت ذاتك منها، أوريك إنه أنت شايل الكتب دي ما فاهم اللي جواها، معليش كلام حار أنت بتسميه نبز لكن ده حقيقة الأمر. طيب أنا بديك نقاط مجملة وتمرق عليه أنت من الكتب عشان ما تقول برضه أنا كذبتها. طيب البدعة يا إخواننا في اللغة، البدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، والدليل من القرآن قول الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة: بديع السماوات والأرض أي منشئهما على غير مثال سابق. فربنا خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، زي ما نحن عندنا في المراسم هنا بيقول لك ترس من الزول الشاطر الرسام ده، مش ترس دي دما زول ما جاب جديد، لكن انت لو نجرتها براك كده نحن بنقول لك دي بدعة. ليه؟ لأنها جبتها على غير مثال سابق. ده الموضوع بتاع البدعة. العلماء لما يجي يتكلموا عن مفهوم شرعي، بياخدوا التعريف اللغوي وتخصصه الشريعة ببعض المعاني، عرفتها؟ ولذلك البدعة كما قال الإمام الشاطبي المالكي في كتاب الاعتصام قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. ده تعريف البدعة، عرفت؟ عند العلماء، ولا تخرج تعريفاتهم عن هذا المعنى. ودليل ذلك ما روى الإمام أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث عائشة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عشان كده انت ذاتك انا كتبت كلامك، انت جبت تعريفات للعلماء في تعريف البدعة، انهم قسموها لاثنين: محمودة وهي شنو؟ الموافقة للشرع، والمذمومة هي شنو؟ المخالفة للشرع. ده هو تعريف العلماء ذاته. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. البدعة دي أصلا ما من الدين، زي بدعة المولد وبدعة إنشاء طريقة وبدعة الجماعات وغيرها من وبدعة الترابين. أصبر لهم جايينهم بعد شوية نرد على الكلام ده وجايينكم. قالوا قاعدين بس سخنوا على خط الراية، بس نرد على الكلام ده وجايينكم راجعين. الشفع بتاعنا الترابي قال بيتكلموا في السنة، بيتكلموا في الأحاديث دي ذاتها يا ولدنا، عرفتها أنت؟ بعد ما إن شاء الله نتفق على معنى البدعة وكده ونعرف إنه ما في بدعة حسنة، عرفتها؟ نجي نكشف الجماعة دي، لأنهم بينكروا الكتب دي كلها بينكروها. أنت الآن شايل كتب فيها علم تقيل وكتب تقيلة، هم مطلعينك أنت ما شايل أي حاجة، فهمت؟ فدير لأن إحنا دايرينهم ينتظروا وتجي تخشوا تناقشوا، ولو عندكم كتب تعالوا جيبوها لو عندكم كتب، لكن شيت ما بكون عندهم. أنا متأكد العطالة مبارين الترابي ديل الشفعة بتاعنا الترابي شيت ما عندهم، فهمت؟ لا ده الموضوع ذاته، طيب أنا ما تكلمت معاك إنت، لو دار بفتح لك فرصة تخش، لا ده لازم أتكلم عن الموضوع ده لازم، فهمت؟ وأنا الآن قاعد أرد على زول ده برد علمي، ما قاعد أكذب عليه ولا كده. طيب المسألة الأولى اللي قال البدعة الحسنة ومحي الدين وده موعد، ده موضوع تاني. طيب قال حديث نعمة البدعة بتاع عمر بن الخطاب، حديث ابن شهاب
أن عن الزهري، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، أن عبد الرحمن ابن عبد القاري، ده الصحيح، القراية الصحيحة كده، عرفت؟ خرج مع عمر رضي الله عنه والناس يصلون التراويح متفرقين، بعضهم يصلي جماعة وبعضهم يصلي لوحده، فجمعهم عمر على أبي، مش أبي، أبي ابن كعب، وعلى تميم ابن أوس الداري، كان يصلي هذا ثم يصلي ذاك، ثم خرج عليهم من اليوم الثاني وهم يصلون خلف إمام واحد، فقال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. الآن افتح لنا الكلام من الكتاب عشان ما يبقى كلام ساكت، احنا ما عندنا أصو كلام ساكت. طيب، ونقرأ فيه كلام العلماء. طيب ده الحديث، أيوة، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل. طيب نجي نشوف الكتاب والسنة بيفهموا بيفهم منه، بيفهم السلف. طيب ده كلام ابن حجر، نشوف كلام العلامة ابن حجر. طيب هنا ده كلام ابن حجر هنا، وقال عمر: نعم البدعة. طيب قال في بعض الروايات: نعمة البدعة بزيادة تاء، والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، زي تعريفي أنا ذكرته قبل، وده تعريف العلماء، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، فتكون مذمومة، ده كلام منه كويس. طيب نمشي لك لقدام، فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، ما أصبر، وإن كانت مما تندرج مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا هي فمن قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة. مستحسن من الشرع معناه شنو؟ طيب نشوف صلاة التراويح، هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها ولا ما صلاها؟ إذن هي مستحسنة في الشرع ولا مذمومة في الشرع؟ مستحسنة في الشرع، يعني عندها أصل في الشريعة، عندها أصل في الشريعة. ولذلك العلماء كما قال الشاطبي وغيره، دقيقة معلش، انت بعدين ناغد كلامي ده، الإمام الشاطبي وغيره قالوا: يا أخواننا، البدعة في كلام عمر يراد بها البدعة اللغوية، وإلا تقول لي عمر رضي الله عنه جمع الناس في التراويح، وأول زول يعمل التراويح هو عمر بن الخطاب. هل أول زول عمل التراويح عمر بن الخطاب ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا اللي هنا قاعد في نفس الكتاب، في نفس الموضع، فهمت؟ حديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة هذا اللي حديث رقم 2012، هذا اللي كويس، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالليل، جزء من الصحابة ما كانوا عارفين أنه في حاجة اسمها صلاة التراويح لأنها لم تشرع بعد، فلما صلوا معه ومرقوا كلموا بعض الناس. الليلة الثانية زادوا، قال: فاجتمع أكثر منهم. الليلة الثانية قال: فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، يعني صلاة التراويح أول زول صلى منه، وصلى جماعة ولا براو؟ جماعة. طيب قال: فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. المسجد اتملأ لغاية ما شال الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج حتى صلاة الصبح. هنا قال: فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني أنا عارفكم اجتمعت عشان تصلوا وراي لليلة الرابعة. طيب ليه يا رسول الله ما مركت؟ قال: ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يبقى صلاة التراويح، صلاة التراويح هي مشروعة ولا مذمومة؟ مشروعة، وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ فيبقى ده
ما يدخل إلا في تعريف ممكن نسميها بدعة لغوية، أو هي حاجيك لحديث الإمام مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة وما هو معناه. مش معناه أنه أنا أقعد كده أجيب لي حاجة سمعة، أجيب عبادة، العبادات ما سمحة. لما معلش خليني أتم كلامي، لما معلش معلش أنت خليني أتم كلامي بعدك أنت رد. أنا خليتك لما تمت كلامك وبيكتبك أنت ذاته ما بيكتب أنا، عشان الموضوع يتحسم، لا تاني تديني مواعيد ولا أديك مواعيد. طيب ده الحديث الأول. الحديث الثاني إنه الشافعي كان يديني الموضع ده برضو، إنه الشافعي قال البدعة بدعتان محمودة ومذمومة. مش قال كده ولا نرجع للكتاب؟ قال كده، ما أفضل نرجع للكتاب. طيب قال فما وافق السنة فهو محمود، زي بتاعة التراويح صح. لكن لما تجي تعمل لي مولد، أكتب الكلام ده عندك، لما تجي تعمل لي مولد أو حاجة ما في حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أو آية من القرآن قالت لك أعملها، دي نسميها شنو؟ دي نسميها البدعة المذمومة. ده كلام الشافعي، ولو مكذبني أفتح الكتاب عشان ما تقول لي تاني موعد وكذا. طيب قال والمذمومة ما لم يوافق السنة فهو مذمومة، وإلا فهو مباحة، وداس الكلام القريناه ده الدليل الثاني اللي استدلت به. طيب نمرة ثلاثة، البيهقي قال نقل كلام للشافعي، مش انت نقلته من هنا اصله، انا لو غلطت في حاجه افتح لي الكتاب طوالي. طيب قال ما خرق، مش كده، ما خرق كتابا، مش يقول كلام كده، ما خرق كتابا ما خالف، كمان دي اوضح، ما خالف كتابا او سنه او اجماعا فهذا بدعه وضلال. طيب المولد ده هل الصحابه عملوا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم عملوا؟ هل واحد من الائمه الاربعه عملوا؟ خالف كلام الرسول وخالف القرآن وخالف فعل الصحابة وهو الفعل التركي، وخالف إجماع الأئمة الأربعة والمشهود لهم من الدين. إذن المولد بدعة شنو؟ سيئة ومزمومة. طيب نمشي لقدام. صلاة صلاة التراويح أو الضحى. طيب أديني الموضع صلاة التراويح. لا أنا ما دار أتأكد من الكلام، معلش عشان في النهاية يبقى عندنا أمانة علمية. دار رجع للكلام في مسألة صلاة الضحى، وأنه قال وأن من أحسن ما أحدثه. طيب ما نرجع للباب ذاته، كتاب التهجد ما كويس، معلش. باب صلاة الضحى في السفر. طيب باب صلاة الضحى في السفر، نحن دارين أول حاجة صلاة الضحى. طيب نرجع للكتاب، أمسك الماي. طيب صلاة الضحى هل هي بدعة؟ الزول ده بدأ بصلاة الضحى في السفر من الصفحة الثانية وأخفى الصفحة الأولى في صحيح البخاري. لا معليش أصبر معليش، هنا الحديث رقم 1176 1176 باب صلاة الضحى في السفر. طيب قال بالإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني. وأم هاني دي منو؟ أم هاني دي منو؟ دي صحابية، وهي يعني من رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من رحم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. طيب قوله باب صلاة الضحى في السفر، ذكر فيه حديث مورق. قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله، يعني ما أظن بيصلي الضحى. وحديث أم هاني في صلاة الضحى يوم فتح مكة، وقد أشكل دخول هذا الحديث في هذه الترجمة. قال ابن بطال ليس هو من هذا الباب، وإنما يصلح في باب من لم يصلي الضحى في السفر يعني. قال وأظنه من غلط الناسخ، ده ابن بطال من العلماء الذين شرحوا صحيح البخاري. وقال ابن المنير وهو أيضا من العلماء الذين شرحوا البخاري، الذي يظهر لي أن البخاري لما تعارضت عنده الأحاديث نفيا كحديث ابن عمر هذا وإثباتا كحديث أبي هريرة، أي في إثبات صلاة الضحى في الوصية له في كتاب الوصية أنه يصلي الضحى، نزل حديث النفي على السفر وحديث الإثبات على الحضر. يعني البخاري دار يقول لك إنه نفي كلام ابن عمر ذكرته أنت قبل
بنفس كلام ابن حجر ده في السفر. في السفر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ إلا ركعتين قبل الفجر بتاعت الرغيبة، وكان يحافظ على صلاة الوتر. ما كرس؟ معلش معلش ابن عمر كويس، معلش معلش ابن عمر معلش معلش دي قال منو من كلامك من العلماء؟ قال رواية أم هاني شاذة. منو قال من العلماء؟ ما قال لك؟ قال لك الرواية دي شاذت يا أخ. ما قال لك شاذة، انفردت الرواية دي. ما قال لك شاذة، انفردت يا أخ. افهم الكلام، ما قال لك شاذة. شوف الأحاديث. طيب كويس. طيب يا أخوانا، طيب إذا انفردت، إذا انفرد صحابي، معلش معلش، إذا انفرد صحابي برواية حديث لا يرويه غيره، هل الحديث باطل؟ هل ابن حديث ابن عمر باطل؟ حديث ابن عمر، ابن عمر، ابن عمر، ما دقيقة اسمع، ما دقيقة اسمع، ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه إنما أنكر، إنما أنكر شيئا لم يبلغه. أنا هذا اللي بقرأ لك في الكلام. قالوا له عمر صلى صلاة الضحى فيه؟ قال لا. عمر صلى؟ قال لا. أبو بكر صلى؟ قال لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أظن. وعند أهل الحديث قاعدة تقول من علم حج على من لم يعلم. من لم يعلم. عائشة رضي الله عنها أديك زيادة ودي بجيبوها للشعبين، أنكرت أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهلي عليه، وأن أهل القبور، أسمع دي كلامي، حديث في البخاري. لما دار أرد عليك، لا لا ده من كتابك، نقرأ الكلام تاني. طيب يا أخوانا نقرأ الكلام تاني. لا 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 لا، أنت بترد على ابن حجر ولا عليه؟ لا لا ما خليني أتم كلامي، معليش خليني أتم كلامي، خليني أتم كلامي. الله يهديك. لا لا شيل ورقة وقلم، هاك أديه وقلم، أديه وقلم. لا لا دقيقة معليش يا أخونا، يا أخونا ما أدوك فرصة. أركان الجامعات دي معروفة، أنا بقول كلامي تقعد جيب أجيب قلم، أديه وقلم. ما تديني قلم ولا اي حاجه يا اخي، اقعد يا الناس دارت تستفيد. الروايه الدائره والما روايه. طيب طيب انا اقول لك الروايه الدائره. طيب دقيقه، طيب دقيقه اصبر. ابن عمر هذيل ما هو ده، ما هو الروايه الدائره والروايه ما دائره. الرسول، الرسول كلام الرسول ما قاعد اعمل. طيب واحد من يا شباب، واحد منكم يجي يتابعني عشان ما اكذب. تعال واحد من الشباب. ما خلاص طيب مالك انت؟ عن يا الله يا اخونا، عن عن دقيقه يا اخونا. الشروح دي كثيره، انت بتشيل الشرح الدائره يا اخونا. دقيقه انت خلينا يا اخونا. دقيقه يا اخونا، دقيقه يا اخونا، دقيقه يا اخونا، دقيقه. اركان الجامعات دي فيها اعراف معروفه عن كل الجامعات دي، فهمت؟ انت بتقول كلامك زي ما انا خليتك جبال، وده ادب قراني. ربنا قال الذين يستمعون القول ها فيتبعون احسنا. اسمع كلامي للنهايه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاوى الكافر. دقيقه مش ما دار تنسى. اكتب اكتب حديث، اكتب ورقه، هاك هاك الورقه عشان ما تنسى. اكتب هاك، بس اقعد برا اكتب، وانا لو طلبت منك حاجه اجيبها بعد ذاك ترد على كلامي. طيب اقرا الكلام من البدايه. واحد من الشباب يجي يتابع كلامي، واحد من الشباب يجي يتابع كلامي عشان ما انا عشان ما اكذب عليه. طيب انا بنقول لك كلام العلماء واحده واحده عشان ما انا اجيب. قال باب قوله باب صلاة الضحى في السفر كده، أنا ما حذفت كلام. ذكر في حديث مورق قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. ده كلام ابن عمر. ابن حجر طوالي قام عقب على الكلام ده، لأن يا أخواننا كونه صحابي خفي عليه حديث من الأحاديث ده ما يقدح فوقه وما يدل على عدم صحة الحديث. ليه؟ لأنه قلت لك الآن عائشة رضي الله عنها قالت أهل القبور ما بيسمعوا، وعمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه روى الحديث في غزوة بدر لما انكلم النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. قال له، قال لعمر شنو؟ والله ما أنت أسمع لما أقول شنو منهم، مش أقول كلام كده يا شباب. أيوة. فكونه صحابي ما بلغوا حجة ده ما يدل على انه الصحابي غدره منتقص، ولا ده يدل على انه الحكم ما موجود. طيب انا امشي معاك. قال وحديث مهاني، ده كلام منه ابن حجر، في صلاة الضحى يوم الفتح مكة، يوم فتح مكة. قال وقد اشكل دخول هذا الحديث في هذه الترجمة، ده كلام ابن حجر ما كلامي انا. انت بعدين قول دار رد على ابن حجر، ما ترد علينا. طيب قال وقال ابن بطال، مش من شراح الحديث ولا ده انا ابن بطال شراح وده كتابك؟ طيب قال ليس هو من هذا الباب، وإنما يصلح في باب. قال المفروض الحديث ده ما يجيبوه في الباب ده، قال يجيبوه في باب من لم يصلي الضحى. ده كلام ابن بطال. هل الكلام ده أنا جبته من راسي؟ هذا لو جبته من راسي واحد من الشباب يجي يقرأ معي. الكذاب قال وصلوا شنو الباب؟ أنا لو كذاب وصلني الباب. طيب لا ما عشان ما يكون كذب ساي، نحن نمشي لمعلومة نجيضة، لأنه البدعة بتوديك جهنم، توديك النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة
ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب نمشي يا قدام. قال وأظنه غلط من الناسخ. الناسخ معناه شنو؟ معناه زول اللي بيكتب الكتب. دي مصطلحات العلماء. طيب قال وقال ابن المنير ده من شراح البخاري. ألا الآن أنا ما عندي كلمة من رأسي جبتها، ولو جبتها قول لي جبتها شنو. طيب الذي يظهر لي، يعني ليه البخاري جاب الحديث في الباب ده؟ قال الذي يظهر لي أن البخاري لما تعارض عنده الأحاديث نفيا كحديث ابن عمر هذا، وإثباتا كحديث أبي هريرة. زي أنت بتقول لي أنا بعرضك بحديث ابن عمر والرواية دي أنت ما جبتها، وأنا بقول لك أبو هريرة قال ومهاني قال. ابن البخاري دار يجمع بين كلامي وكلامك، لأنه كلام الرسول ما بيتعارض. ربنا قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه شنو اختلافا كثيرا. ابن البخاري دار يجمع بين الكلام ده، قال شنو؟ أو ابن المنير قال والذي يظهر لي أن البخاري لما تعارضت عنده الأحاديث نفيا لصلاة الضحى كحديث ابن عمر هذا، وإثباتا كحديث أبي هريرة في الوصية، يعني في كتاب الوصية لو أنت شال البخاري كله، قال وأنه يصلي الضحى أنه يصلي الضحى نزل حديث النفي، أي حمل حديث النفي ابن عمر ده، ابن عمر حمل حديثه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الضحى، ولا هو ولا أبو بكر، ولا أبو بكر حملوا على شنو؟ قال أنه يصلي الضحى نزل حديث النفي على السفر، يعني الصلاة بتاعت الضحى في السفر شنو؟ ما في بنص حديث ابن عمر، والصلاة في الحضر بتاعت شنو؟ بتاعت الضحى في بنص حديث منه؟ بحديث أم هاني وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانت جبت الموضع ده عشان تقول إنه ما في صلاة الضحى أصلاً، كلامك كده، وبالتالي في بدعة في الدين. البخاري قال لا ما بمش، ما انت جبتها ليه؟ انت جبتها ترد علينا نحن. اصبر ما لسه اصبر انت يا اخي اسمع، بعدين انت انفي كلامي، انت بعدين قل لي لا ما في حديث بتاع اثبات، وانه نفي ابن عمر ما في السفر، نفي ابن عمر ما في صلاة الضحى مرة واحد. تجيب لي من كتاب، انا جبتها من كتابك، كتابك اللي انت شايله كويس، وحديث أم هاني وأبي هريرة، وأزيدك زيادة في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم. ما أصبر أسئل أهل، لو عندك صحيح مسلم أفتح لي كتاب الصلاة. لا ما من كتابك يا أخواننا، أقوى الحجة أجيب كتابي ولا من كتابه؟ الحجة الأقوى هنا من كتابك أنت، من كتابك. وشهد شاهد من أهلها، معلش أنت لو ما عارف الموضوع ده ما تتورط، ساكت. طيب قال وحديث الإثبات على الحضر، قال ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة صلاة الضحى في الحضر، كويس. وتقدم عن ابن عمر أنه كان يقول لو كنت مسبحا لأتممت في السفر. وأما حديث أم هاني ففيه إشارة إلى أنها تصلي في السفر بحسب السهولة لفعلها. وقال ابن رشيد ليس في حديث أبي هريرة التصريح بالحضر، يعني أدوك زيادة كمان، قال لك ده حديث أبو هريرة ما في والتصريح في الحضر. طيب طيب قال لكن استند ابن المنير إلى قوله فيه ونم على وتر، فإنه يقال منه كون ذلك في الحضر، لأن المسافر غالب حالي الاستيفاز وسهر الليل، فلا يفتقر لإيصاء أن ينام على وتر، وكذلك الترغيب في صيام 3 أيام. نفترض معاك إنه حديث أم ابن عمر وحديث أبو هريرة يتعارضوا، فعند التعارض يترك العمل بالحديثين عند العلماء، كما قال ابن حجر في نسخة النظر. ها قال وإن تعارض الحديثان قال فيترك العمل بهما حتى يظهر أحد المرجحات. ده لو افترضنا، لكن حمل العلماء كلام ابن عمر في السفر وكلام أبي هريرة في شنو؟ وكلام أم هاني في الحضر. طيب هذا لحديث أبي هريرة الجابه بعد بابين الإمام البخاري، جابه بعد بابين، باب صلاة الضحى في الحضر جابه منه؟ جابه الإمام البخاري، كويس، بنفس البخاري. انت قبل قلت البخاري ده أصح كتاب. طيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر،
ده نمرة واحد، ثلاثة يوم من الشهر، واثنين وصلاة الضحى، وثلاثة ويوم على وتر. قال ونوم على وتر، كويس؟ أن ينام على شنو؟ على الوتر، يعني ما ينوم حتى شنو؟ حتى يصلي الوتر. فهنا نحن ما بنقول صلاة الضحى بدعة، ليه؟ لأنه فيها حديث أم هاني وفيها حديث أبي هريرة وقعدات في صحيح البخاري، وأنت قلت جيبوا لي الكلام من الكتب ونحن جبناه من الكتاب اللي أنت شايله ذاته. طيب دي مسألة. أنا واصل لا ما دقيقة شيل ما مشكلة. ما خليك ترد ما في مشكلة. طيب بس ترد لي تقول لي الحديث ده ما ثابت. لأن يا أخواننا البدعة هي شنو؟ هي ما ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، ونحن من كتاب ذاته جبنا حديث منه، حديث أبو هريرة، يبقى صلاة الضحى ما بدعة. تجيب لك دليل تاني على البدعة الحسنة. طيب طيب تاني قال حديث ما صليت الضحى منذ أسلمت، حديث ابن عمر مش؟ طيب ياهو ردينا عليه. قال مسلم حديث من سن في الإسلام سنة حسنة. طيب يلا الآن جيب لنا صحيح مسلم. من كتبك ده أنا بوريك إنه كلامك ده أنت ما فاهمه. ما المشكلة إن أخواننا في الدليل؟ المشكلة الدليل يفهمه كيف؟ الدليل يفهمه كيف؟ الكيزان ده ممكن يقول لك إحنا والله عندنا آية على السيق ندق بها الناس. يا ناس عندكم آية يقول لك هاي ربنا قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فهمت؟ يفهم راسه. فعشان كده نحن ما بنخلي لك كلام ساكت، لازم تجيب لنا دليل من القرآن ومن السنة بفهم السلف الصالح بكلام الصحابة وغيرهم من التابعين. طيب أنا داير حديث من سن في الإسلام سنة حسنة. لا معلش أنا ما قلت لك أكتب كلامك ما كويس، جيبه بعدين. أول حاجة جيب لي صحيح مسلم، ولا أنت مصدقني؟ أواصل ولا جيبه؟ لا تجيب لي صحيح مسلم. أصبر أيوة جيبه كويس، جيب الموضوع ده. والآن بيصل لمسألة البدعة الحسنة، أو إنه الدين فوقه بدعة، وما كل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة في حديث بتاع أبو هريرة، حديث رقم حديث أبو هريرة، حديث العرباد بن سارية في سنن أبو داود برقم 4784 بالرقم ده. فهمت؟ فأي بدعة ضلالة، جيب لي أي بدعة. بعدين قام كده، أنا قبل ما يمرق لنا الموضوع الدائر هو أرد على بعض المسائل. قال السجن بدعة. يا زلمة السجن ده بيعرفوه أهل الجاهلية. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ يمكر بك الذين كفروا لشنو؟ ليثبتوك. معناه شنو؟ معناه يحبسوك. يبقى هي قاعدة. يوسف عليه السلام فالسجن قاعد. قال السجن بدعة منو؟ قال الرسول ما عمل السجن. ما قال كلام ساكت. طيب يا أخواننا السجن ده يعملوا به شنو يعني؟ يا أخ ما ضروري الرسول يسجن زول. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضروري يسجن زول. ما هي عقوبة؟ في حاجة اسمها التعزير يا أخونا، معلش. الشريعة الإسلامية دي كاملة. في حاجة اسمها السياسة الشرعية. يا أخ ما عندي دليل، ما دار أجيب لك دليل، لكن أنا عندي دليل إنه فعل عمر بن الخطاب سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعلهم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهمت؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب التاريخ الهجري. دي ما بيها اسمها مصالح مرسلة، مصالح الأمة. يعني أنا عشان واحد عمل له مصيبة ما فيها حد من الحدود ويسمى بالتعزير أقوم أحبسه؟ الدين ما قال يا تنفيه يا تحبسه يا تدخله. الآن ننفيه نوديه وين بيجي راجع في باصات سياحية وغيره، بنقوم ندخله جوا السجن. دي أجيب لك لها حديث ولا آية؟ ده فعل عمر بن الخطاب دليل من الأدلة. فهمت؟ وده فيه إجماع للصحابة. وريني واحد من الصحابة قال يا عمر بن الخطاب أنت عامل السجن ليه؟ أنا بعد ده بتوب وبعمل معاك بدع جديدة. طيب قال الزيادة في الآذان، برضو بستدل لك بنفس الحديث. الزيادة في الآذان عمل منه عثمان بن عفان يوم الجمعة، كويس؟ عثمان بن عفان صحابي من الخلفاء الراشدين الأربعة، وعثمان بن عفان ما في زول بيقدر يغالطه عمر بن عثمان بن عفان لأنه خليفة راشد ويدخل في حديث الخلفاء الراشدين. أما أبو رعي وصايم ديما زي ما بنجي بعد شوية، لأنه هو قال عشان ما تقول للناس بدعة وشرك، لأن ما قاعدين نقول مبتدعة إلا لناس مجرمين. لغاية ما تمرق كلامك ده أنا خليني أخذ لي تشانس شوية كده. ديل الختمية، والله ديل الصوفية، ديل الختمية هذه لا كتبه. طيب
كتاب فيوض البحور المتلاطمة. ده مش أقول له كفر، والله ده كافر بسيط عليه، والذي خلقني وخلقهم، كافر بسيط عليه. أديك الكلام بتاعه صفحة 100 صفحة 93. يا أخي اكتب كلامك، معلش. لا معلش يا أخي، أنا ما تكلمت عنك، أنت صوفي، أنت غطى علي حاجة، معلش. ما تكورك. ربنا قال الذين يستمعون القول، أنا ما قلت لك أنت بتتكلم عن جماعة يا أخي. أقعد. ما تكورك يا أخي. يا أخواننا من أدب الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبو الوليد أنا الزمن ماسكه أنا ولا ماسكه أنت اللي بتفتش؟ أمرق وأنت ضيعت زمننا. أمرق؟ لا أمرق الكلام. أنت قلت في أحاديث دقيقة. لا ما بخليك. لا ما بخليك. ذكرته يا أخي. يا هوي. لا يا هوي. يا تتكلم من كتبك يا تمرق برا. ما داري أن أضيع زمننا. لا تمرق من كتابك. يلا أمرق. طيب فيك. أمرق. ما أنا ممكن نضيع زمن لكن طلع الحديث. خليه أديه حديث قايد. أمرق الحديث. ما تتكلم لي من راسك. تمرق برا ولا ما تتكلم لي من راسك، ولا تنتظرني أتم كلامي. بس ده الموضوع كده. هاي خلينا أتم كلامي. أنت أرد علي. طيب خلينا أتم كلامي يا أخي. قعد برا، خلينا أتم كلامي. أنا دار أديك أدلة. الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الكافر لما جاءه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: جئت بأمر فرقت به جماعتنا وسفهت أحلامنا وهو إلى آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم انتظروا لغاية ما كمل. أنا دايرك اعتبرني أي حاجة اعتبرني، خليني أكمل وبعد ذاك رد علي. ده أدب نبوي، فهمت؟ طيب أنا بمسكه. لا ما ماسك الزمن. أنت وصلت للحديث؟ هاك ورينا الحديث من الكتاب. تفضل من الكتاب. لا من الكتاب، ما داري من راسك. لا ما بقعد. انت قلت راضية، خليني اتم كلامي. كويس. لا ما اتكلم انا. خليني اتكلم. اسكت. طيب يا جماعة، لا من الكتاب، بعد يتكلم ساي يا زول. لقي ساي. لا ما اتكلم ساي. الحديث بتاع سيدنا عمر. نتكلم في الحديث بتاع سيدنا عمر. لا من الحديث يا جماعه بتاع صلاه التراويح. ما دار رد عليه انا. لا ترد علي كلام علماء. كلامك انا ما بقبله. طيب كلامك تحت كره عيدي. طيب ما في كلام. ما في كلام. العلماء. طيب سيدنا عمر بنفسه قال نعمه البدا هذه، لما جمع الناس صلاه التراويح على غاري واحد قال نعمة البدعة. والبدعة ما في صلاة التراويح، البدعة في جمع الناس. الرسول ما جمع الناس يا اخوانا. ارد عليك من كتابك. دقيقة يا زول. ارد عليك من كتابك. انا ما عرفتك. ارد عليك من كتابك. طيب دقيقة، انا قبيل يا جماعة لما بدأت النقاش ده جبت الكتب دي، قلت له يا زول اسمع كلامي، انا كلام من راسك ما دايره. جيب كتبك ولا ترد علي من كتبك. جيب كتبك انت ذاتك. طيب دقيقة يا زول. طيب يا جماعة، دقيقة يا مولانا. دقيقة كلامه ده خليه يقوله، بس اختصر لنا. لو دارت اقوله من راسك قوله، لو دارت اقوله من كتاب قوله، لكن تنتظرني بالكتب. كويس. تنتظرني بالكتب. طيب يا جماعة، نحن عشان ما نبقى كلامك وراك ساي، تمام؟ البدعة هي في جمع الناس. الرسول ما قال يا جماعة جمع الناس على إمام، دي هنا البدعة. ما البدعة في صلاة التراويح، البدعة في الجمع. العلماء أثبتوا الكلام ده وعندي موجود قاعد في الكتب. ما الكتب ما معي هنا. دقيقة. يلا الزول، لا البدعة في صلاة التراويح، والرسول صلى الله عليه وسلم أعمل حاجة يقول لك ما فعل النبي. البدعة مش ما فعل النبي. رسول ما سجن زول، ما ثبت. خليه يجيبه في أي كتاب إنه ثبت الرسول حكم على الزول بالسجن أو سك العملة أو تدوين الدواوين. ده كله لو قريت أسطول الفقه كان بلاقيك. وكله قاعد عندي في الكتب. بجيبه كله، بنجيبه هنا. ما الكتب ما معي أنا.
اجيبوا الاكيمه ذا. طيب يا جماعه ما تقدر ولا رجل من راسه. اسمع كلامه، البدعة بقت في جماعة الناس دي نمرة واحد. رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لا إخال له، يعني هو ما صلى. وتحيد قبيلة لما ذكرت لك في الأحاديث، قبيلة لما ذكرت لك في الأحاديث قلت لك شنو؟ قلت لك كان جالس قال صلاة الضحى بدعة. سألوا الراوي وقال صلاة الضحى بدعة ومن أحسن البدع. كتابة ذكرته أسي لو قلت كنت قاعد أسي ذكرته. وقال محدثة ومن أحسن ما أحدثه. قال من أحسن ما أحدثه. من هنا الشافعي قال البدعة بدعتين، بدعة حسنة وبدعة ما حسنة. ما هي بدعة ما حسنة. في بدعة حسنة سك العملة والقران الجامعات ده كله بدع ما فعله النبي، تمام؟ عشان انت ما تقعد ترموا الناس بالشرك بمزاد البدع، تمام؟ وانا دار اقول لك كلام، انت عشان ما تقعد تكورك وتجود ويبقى الكلام فارغ ساي، انت جيب كتبك ورد علي بكتبك انت ده، تمام؟ رد علي ما انتهيت، ترد علي بكتبك انت. الخميس اجي هنا ده انا اجيب لك الكلام اللي قلت لك كله. الكلام ده ما رد عليه يا جماعه، الزول ما رد عليه على الحديث دي. قول كلامك اختصر ما في مشكله. الزول اللي قال اختلاف الروايات المختلفه، وروايه سيدنا عمر نوديها وين، روايه سيدنا عبد الله نوديها وين، وعبد الله من السلسله الذهبيه، سلسله ذهبيه سيدنا عبد الله، تمام؟ الخميس الجاي تجيب تاني كتبنا، ما عندنا اي حاجه، نجيب هنا كتبك انت، واي كلام ما تقول لي من راسك، تجيب كتاب زي ده. وما تجيب لي عن، ما تجيب لي كتاب، ما تجيب لي كتاب ما معروف، تجيب لي عليها زي الكتب اللي تجيب عليك دي. وانت هسه ما رديت على اي حاجه. اصلا ما رديت، قلت لي بس اختلاف الروايات. قريت لي الروايات التحت. وفي روايات هنا ما قريتها. انت في روايات قريتها وانا قريت لك روايه سيدنا عبد الله كان جالس وقال بدعه، كان جالس في حجره السيده عائشه قال بدعه. طيب كده انتهيت انت عشان ما انا ابقى موسي لك. انتهيت؟ طيب بس ثاني ما تقاطعني. كويس جزاك الله خير. فهمت انا؟ لا انا دايره عشان ما يقول لي انا قاعد اسيء ليه ولا كده، عشان يكون الكلام علمي يا اخوانا، ما دارين كوارك. كويس. طيب يا اخواننا معلش صوتي راح شويه. طيب يا اخواننا هو اول لما جاء خشينا يتكلم عن البدعه الحسنه، صح ولا غلط؟ مش يتكلم عن البدعه الحسنه، ارجو انه ما يقاطعني لانه انا خليته شنو انتهي وقلت له انتهيت، وده ادب قراني وادب نبوي، فما بجوز لك انك تقاطع، حرام ما بجوز، ده بيكون من البدع المذمومه لو في بدع حسنه، فهمت؟ فده حرام ما بجوز. طيب فهو قال في بدعة حسنة وقام عرف البدعة، جاب لسان العرب لابن منظور وجاب كلام للإمام النووي وغير من العلماء يقول إنه البدعة هي الما عندها دليل وهي الواردة في كلام الشافعي، مش هو كلام كده؟ طيب يا أخوانا، طيب قال لي أنت قلت صلاة التراويح بدعة ذاتها، قال أنا ما قلت كده، هو أنا انتقدت عليه مسألة صلاة التراويح، قال لي لكن الاجتماع زي ما قال هو الآن، الاجتماع على صلاة التراويح الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمله، وناسي قريت لك الحديث حافظه بسنده ذاته الحمد لله، عن ابن شهاب فهمت؟ عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه خرج مع عمر رضي الله عنه والناس متفرقين في المسجد، أي زول يصلي براه والناس يصلوا جماعات، فعمر رضي الله عنه جمعهم وقال هذه نعمة شنو؟ نعمة البدعة، صلاة التراويح. جبنا حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم ليلة؟ 3 ليالي، في الليلة الرابعة الرسول صلى الله عليه وسلم خرأ الصحابة جاء المسجد والمسجد ضاق بالناس، مش كده؟ مش في كتابه كان الكلام كده؟ المسجد ضاق بالناس، الرسول ما خرج لغاية صلاة شنو؟ الفجر،
ولما تعجب الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم شنو؟ خشيت، قال لم يخفى علي مكانكم، ولكن خشيت شنو؟ أن تفرض عليكم. يبقى الاجتماع ذاته. يعني يا أخواننا المسجد ضاق بالناس، ده نفر واحد ولا ناس كتار؟ مش هو دي الجماعة ذاته؟ خلاص يلا كده معناها الرسول الجماعة ذاته عملها. يا أخواننا كده اجتمعوا براهم. كويس 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 يا أخواننا. عليك الله ما تقاطع يا أخونا، يا أخونا ما تقاطع، ما تقاطع. القرآن قال لك ما تقاطع، السنة قالت لك ما تقاطع. طيب نفترض إن أخواننا في زمن عمر، في زمن عمر ها هو الجمعهم. كويس، في زمن عمر هو الجمعهم. طيب يا أخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى هم براهم اجتمعوا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم مات، يعني يعملوا شنو؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات يعملوا شنو؟ أنا ما أعرف. في العلماء قالوا، العلماء حتى لو سألتوا الدكتور اللي بيدرس هنا بيقول لك من أصعب المهمات شرح البديهيات. أنا ما ممكن أقنعك إنه الآن يا أخواننا الواطة نهار، أقدر أقنعك؟ لا والله نهار، لا والله ليل، معناه أنا وأنت مجانين. الكلام ده واضح يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس، لو كان ما بجوز إنه يجمعهم كان قال لهم فرتقوا ولا كيف؟ نفترض إنهم جبرهم، ربنا قال لقد كان لكم في ما تكورك، ربنا قال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الكلام ده كله نجر من راسه، انا جبته من كتابه، كلام ابن المنير وكلام ابن بطال وكلام ابن حجر، وهو دار ينجر لي من راسه فاضي ساكت، ما في اي حاجه. انت ما تتعدى على السنه وعلى كلام العلماء. ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جماعة، تجي تقول لي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لم يخف علي مكانكم، اجتماعكم ما خاف علي، لكن خشيت أن شنوه تفرض عليكم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفى المانع، فجمع عمر رضي الله عنه الناس وقال نعمة البدعة. هل دي بدعة؟ ما بدعة. إذا قلنا بدعة، بدعة لغوية من باب اللغة، لكن أصلها في الشرع موجود. طيب قال البدعة ما فعل النبي، السجن وتدوين الدواوين وغيره، ده يدخل في باب المصالح المرسلة. وهذا المسكين لا يفرق بين البدعة والمصالح المرسلة. مرسلة معناه شنو؟ معناه متروك لاجتهاد الناس، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أدرى بشؤون دنياكم. حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم في كتاب المزارعة، لو جايبه هسي أفتحه الآن، فهمت؟ عشان ما تجي تنجر ساكت. طيب ما داري انك الخميس الجاي، ربنا قال يجادلونك في الحق بعدما تبين، دي مجادله مذمومه، ما بجادلك انا، لانه ده بيبقى مغالطه. ساكت. طيب قال ابن عمر قال لا يخال له، والله يا ابن قاسي من كتابك هسه انا بقول بالبدع حسن. ابن عمر قال له انت بترى صلاه الضحى؟ قال لا. قال فعمر لا، ابو بكر لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخاله، مش قال لا يخال له، لا يخال له ولا لا عم له. انت بتنجر ساكت؟ اوعك تنجر ساكت. نحن الكتاب ده قارنه بدري عشان ما تجي تنجر. انت ما تهدد يا زول، انت لو داير علم بنديك له، لو داير اي كلام تاني جاهزين له. ما تكورك، باطل، ما موجود، ما كلامك ما موجود. طلعه، ما موجود. ما تكورك ساكت يا اخي. طيب خلوا يا اخواننا، ومن بدعه الحسنه انه كان يجود. طيب قال سيدنا عبد الله بن عمر، عشان يرد رواية أم هاني وأبو هريرة، سيدنا عبد الله ابن عمر من السلسلة الذهبية. تعرف السلسلة الذهبية معناها شنو؟ الكلام ده قاله الإمام البخاري، قال مالك عن نافع عن ابن عمر هذه السلسلة الذهبية، وأضاف إليها العلامة ابن كثير مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر ذاته. فهمت؟ دي برضو أضيفة معك. ليه جابوا سلسلة ذهبية وسلسلة فضية وسلسلة ما ذهبية؟ ليه العلماء جابوا كده؟ لأنه في رواة كذابين، في رواة كذابين. هل تقدر تقول أبو هريرة ما في سلسلة ذهبية كذاب؟ أنا وإنت ما قلتها، وأنا ما قاعد أقول إنت بتقولها. الصحابة كلهم عدول، عشان كده لما نفتش في العدالة بنشوف الناس تحت الصحابة. عشان كده في أحاديث الآن بيقول لك عن رجل من أصحاب رسول الله، الرجل منه ما عارفينه، والحديث صحيح. ليه؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فما فرقت يكون الحديث من رواية أبي هريرة أو أم هاني، المهم أنه ثبت عن أم هاني وعن أبي هريرة وعن زيد بن أرقم وغيرهم
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى، ده عندنا نص. وانت جبت الكلام ده عشان تقول انه صلاة الضحى الذات بدعة، ما عنده اي دليل. العلماء بتاعنا الحديث عندهم من علم حجة على من لم يعلم. يعني انا عندي علم زيادة حديث، عشان كده العلماء قالوا حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات. من الذي رواه غير عمر رضي الله عنه؟ ما في صحابي رواه غير عمر رضي الله عنه. ها، ثم رواه عنه علقمة ابن وقاص الليثي، ثم محمد ابن إبراهيم التيمي، وهكذا إلى البخاري تحت. عن علقمة ابن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب. عن علقمة ده ما في زول سمعه عن عمر إلا علقمة، فأخذ حديثه. فنحن مسألتنا، إنت لو قلت تقول لي إنه كلامك صح ونحن نتبعك، المفروض تقول يا أخواننا إنتوا الآن أنا جبت لكم كلام ابن عمر إنه صلاة الضحى ما في بروايات كثيرة، وإنتوا عندكم حديث من كتابي الآن دسيته. أنا عندي رواية عن أم هاني وأبي هريرة بتقول إنه في صلاة الضحى، وحديث أم هاني وأبو هريرة ضعيفان، ونحن كده بنقول معك بالبدعة الحسنة. ما ضعيفان يبقى عنده أصل، يبقى ده ما بدعة. الموضوع انتهى، فهمت؟ ما بدعة للكوارث. لا 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 لا، الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طيب طيب تاني قال شنو؟ طيب نرجع للقديم ذاك، وكلام كله ذاته برود عليه وأنا ما أعرف الحاصل شنو. قال حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، وكل الكلام ده نحن قريناه بدري، يعني قريناه بدري. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا قوم من مضر، افتح الحديث لو ما جاءوا من مضر أنا الآن ببقى معك بدعة حسن. ما الضروري انك تبقى تنظيم او جماعة او حزب او طريقة صوفية، لا ده ما الضروري. جبت كلام باطل بنرد عليك ولو كنت ابوي رضيت زعلت، هذا موضوع تاني، فهمت؟ ان قوما من مضر متابي النمار اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم اثر الفاقة، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهم عليه الصلاة والسلام، فلما حضرت الصلاة وصلى بالناس خطب في الناس وذكرهم بالله، ثم قال تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، ها قال فلم يتصدق احد، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ ثم جاء رجل من الانصار بصره كاد ان يعجز عن حملها بل عجز، ثم وضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الناس فتتابعوا بالصدقات حتى اجتمع شيء من الصدقة ليعطوه لهؤلاء الصحابة من مضر. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شنو شيئا. طيب ال انت استدلت به حديث من دعا إلى هدى أو من سن في الإسلام، هل الصدقة موجودة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ولا ما موجودة؟ موجودة. دي تبقى بدعة؟ بعدك سميتها بدعة، سميتها غيره، ده ما يغير من حقيقة البدعة في شيء، ده كلام العلماء كده، فهمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا لازم أقرأ الكلام ده قبل الصلاة. طيب كلام مهم جدا، لأنه هو زلق له كلمة إنه إحنا بنكفر الناس وبنبدعهم ساي. المولد بدعة، واللي بيعمل المولد مبتدع بيمل فيه، وأنا مش في أي زول، فهمت؟ قال لي بتكلم ساي. المالكية قالوا الزول قال لو بيقرأ في المولد ده بس صحيح البخاري زي كده، اللي جابوا الودة يقرأ فيه كده صحيح البخاري، قالوا ده بدعة في هذا اليوم، بدعة، وده قراءة حديث. ليه يا اخواننا؟ لانه البدعه معناتها ببساطه يا رسول الله نحن لقينا حاجه انت ما وصلت لها، ده خلاصه موضوع البدع. طيب صفحه 93 ده ولي بتاع ختميه اسمه العيدروس قال يا اخ ما عليك الله خليني اتم كلامي يا اخ ما في لك فرصه خفنا منك امش عليك الله فوت. طيب قال ما بقرا يا زول ما دار اقرا. طيب قال ومن كراماته انه قطع راس بعض تلامذته، ده ولي اسمه ركز معي انا، فهمت؟ قال ومن كراماته أنه قطع رأس بعض تلامذته، قطع رأسه، قال فأعاده حيا ورجع كما كان، ولذلك سمي العيدروس.
لأنه أعاد الرؤوس، فهمت؟ قال ومن كلامه، والله الكتاب ده بتلقاه في مكتبة دار العلوم تحت الصوفية المجارمة الملاحدة، كلام ده أنا مزول عن أي كلمة فيه، بلاغ مناظرة أي جنك لك لمن يستحق. طيب قال أنا عرشها والكرسي أنا، ده العيدروس كان بيتكلم بيقول كده، قال أنا عرشها والكرسي أنا، أنا للسما بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. ده ما كافر؟ لا يعني نقول ليش نقول لك كفور يعني ندلعه؟ ده كافر يا زول، فهمت؟ لسه هديك كلام تاني، كلام تاني، شرك وضلال وشرك 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 لغاية ما يتوب، فهمت؟ ونتحدى به أي بني آدم. طيب صفحة 110 111 انت قال لك احنا بنخاف، احنا شغالين من بدري في الموضوع ده. طيب يا انا ما تكلمت معك يا محمد نورين، الكلام ده نحن بنناظر فيه من بدري، اتقي الله يا محمد نورين، ما تنادي غير الله، في حاجة؟ ما في حاجة. طيب قال الشيخ بيتكلم عن نفسه، قال الشيخ بيتكلم عن نفسه، قال فمن تمسك بي، الشيخ بيتكلم عن نفسه بتاع الختمية، قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكالي، أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. ده ما كافر؟ ده ما كافر؟ ده ما ملحد؟ أبو جهل قال الكلام ده؟ أديك القرآن تمرق ليه؟ آية أبو جهل قال الكلام ده؟ ما في، ما في. طيب يا خالد الله ما دار أقرأه، ما دار أقرأه، أمشي. طيب صفحة 104، صفحة 104، خلوا يا اخواننا معليش، خلوا ما اظن يكون، خلوا ربنا قال واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، اعملوا بالايه دي ما دام هو ما عمل بالايه بتاعت شنو الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. طيب صفحه 104، صفحه 104 105 هنا بيتكلم عن انه الشيخ بيطفن ربنا سبحانه وتعالى، ها قال نحن المراغنة، قال هنا بيتكلم عن نفسه، قال أنا للكون واحده فريد ونقطة بائه والطلسمي، ومهما أن أتاك قليل خب فقم وانده وقل يا مرغني. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. عرفت؟ ولذلك يا أخوانا الطرق دي كلها الطرق دي عندهم كتاب تاني برضو النور البراق في مطحى النبي المصداق، ها صفحة 124 صفحة 108 هنا الشيخ بيتكلم عن نفسه، ها 108 فهمت؟ برضو أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، كلام كثير. وبتلقى كلام لعبد الرحيم البرعي برضو بيتكلم بيقول ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاؤون ما قد شاء لله دركم. والبرعي قال مصطفى عركينة مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم، شرحها في كتابه ذاته قاعد في الدار السودانية للكتب وقاعد في مكتبة دار العلوم شرق البسطة ومدرمان بتاع المسجد الكبير. قال ومن كراماته كرامات الشيخ تت أو الشيخ تت الفلاتي، قال من كراماته إنه في واحد مريد قال لي أبويا الشيخ زوجته قالت له أبويا الشيخ أنا داير لي مرأة خادم تخدمني، لا حد هنا ما في مشكلة، دي ما بدعة، دي بدعة حسنة لحد هنا، فهمت؟ قال فقال للمريد ائتني بفاس وتوب، قال شال فاس وتوب ومشى وغاب إلى هناك، قال فقال اقطع لي عودا على قدر قامة الإنسان، ثم أمرني أن أغطيه بالتوب ساترا به وأنا تنحى عنه قليلا، قال ثم جعل يذكر الله بسبحتي بهمة عالية، قال ثم قال يا بخيتة للعود يا بخيتة يا بخيتة، فتحرك العود وانقلب أمة فأخذتها من يدها وأوصلتها إلى زوجتي فخدمتها زمانا ثم توفيت رضي الله عنه، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من شجر، يا البرعي يا صوفية ده ما شرك بالله؟ ده ما كفر؟ فهمت؟ في كتاب أزاهير الرياض صفحة 134 الشيخ عبد المحمود نور الدايم تكلم عن ولي اسمه عبد الله بعلوي،
قال الشيخ عنده حوار خش الطريق جديد ومات في نفس يوم أو بعد أيام. المهم قام دفنوا وحضروا كده لغاية ما دفنوا، فجلس عند قبره ساعة قال. قال فتغير وجهه ثم انبسط، فسألوه قال إن مريدنا لما ده السماني الولي السماني وده شيخ البرعي وشيخ العطالة ده كلهم، قال إن مريدنا لما سأله الملكان فقال له من ربك، المريد الملكين قال له من ربك، وده إنكار لعذاب الغبر زي ناس الترابي. قال إن مريدنا لما سأله الملكان فقال له من ربك، قال ربي الشيخ عبد الله بن علوي. قال فنظر الملكان بعضهما إلى بعض، ها قال منكر عيل لنكير، قال له حصل لقاك بيشن زي ده، ها الزول ده قال له خطير مرة واحد، فهمت؟ قال فأعاد عليه تاني قال له يا زول من ربك، قال ربي الشيخ عبد الله بن علوي، فقال له مرحبا بك وبشيخي. ده ما كافر، ده ما ملحد، ده ما مشرك. ده الكلام ده احنا قاعدين نقوله بالكاميرا دي قاعد يترفع وبيحضروا ناس من امريكا واستراليا، ما خايفين من زول، ولانه عندنا وثائق ومتمنين الصوفيه اللي بيظهروا في قناه النيل الازرق وقناه السودان وقناه الشعب بجدون ده اسمه منو حسين خوجلي وغيره من العطاله والمجرمين والمبتدعين، مبتدعين شديد كمان ديل، ان احنا نتمنى انه يفتحوا لنا مناظره. والله التلفزيون بتاعك ده والله تاني الا تجي تعمل لك مكياج من جديد، نبشتنك لما انت تتحير، لانه نحن بنقول الحق والحق ده حار. ربنا قال بل جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. الحق ده لما يجي بيمسح، عشان كده الشعبيين والجبهجيه لما يجوا لما نحن نجي نشتغل بيجيب ساون، ليه؟ لانه لو جلع علم كده وكده الكوز ده والله شفت انقلب بتاع صيني، قلب بدل كوز نيكل نقطع عليها ضانه ذاته. الشعب بيجي كورك من برا لانه لو خشى بيتورط، بيتورط تتورط ورطه شديده. كذلك الصوفيه بيجوا بالدسدس وكده والى اخر، ما بيجوك عادل. عشان كده نحن بنتحدى الناس دي كلها، بتحدى الناس اي زول عنده علم في راسه لقيناه بياثر على الناس بنجيه ليك وبننجم لك. ان شاء الله نمشي الصلاه، نواصل الاسبوع الجاي ولا بعد الصلاه؟ نواصل ان شاء الله بعد الصلاه. دارين الشعبين برضو لو عندهم كتب من كتبهم ذاته ان شاء الله بنرد عليهم. طيب